في الحلقة الأولى من الموسم السادس سافر البرنامج إلى لحج إلى مزرعة ميات، فتى دفع المرض أباه إلى بيع ممتلكات مزرعة كانت خضراء. مياد هو بطل أول قصة لنا، وحين تم اختيار مشروعه تم جمع أطفاله الصغار ليروا أن والدهم لم يترك وحيداً في محنته، وكانوا حاضرين أثناء قراءة الرسالة الأولى. بعد أن سمعنا للمعاناة التي يعاني منها أهالي هذه المنطقة، منطقة جارة، وما سمعناه أيضاً من الأهالي وتشجيعاً لهم واستمراراً في استمرار هذه الجهود التي بذلوها في شق وتعبيد هذه الطريق، فإنني أتيت اليوم إليكم بالبشرى، وهي أن الأستاذة توكل كرمان بمؤسسة توكل كرمان سوف تساهم في إنشاء هذا الطريق. بعد تسوية أرض مياد وإعادة الحياة إليها، سافر طاقم حيث الإنسان إلى ناحية أخرى، محافظة تعز، إلى منطقة اسمها جارة. وصل منسقو المشروع وتم جمع الأهالي وإخبارهم عن تدخل برنامجنا. كانت تلك لحظة لا تنسى، وهم يطلقون لأيديهم فرحتها لتلتقي ببعض وتصدر صوتاً يملأ الوادي القريب. شق الطريق ورممت الجدران ووصلت براء إلى مدرستها، واليوم يمضي المسافرون فيه وهم يتذكرون كيف كان قبل زمن قريب. في الغابة كان يجلس وحيداً منذ سنوات، واجه الأيام بفأسه وحيائه إلى أن وصل حيث الإنسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. قاصداً أن يخبره عن مشروعه، وهو في تلك المساحة التي خرج منها واتجه نحو محله الجديد القريب من الساحل والناس. وداع لأي شيء ماضي كان في حياتي، يعني شقا وعناء، الحمد لله، جزاكم الله خير. على البرنامج إلى أن ارتفع عن سطح البحر بمسافة 3070 متراً ليصل لرؤية مأساة حلت بعفاف. كانت تنتظر أن يصبح لها محل تبتاع فيه ما يحتاجه سكان بلدتها. كان لديها دكان صغير، وبعد وصول حيث الإنسان تغير حالها وحال أسرتها. تخيل إن كل إنسان يشوف غيره بعين إحسان، ونبدأ كلنا نسعى نرجح كفة الميزان عشان تحلى لنا الدنيا وتتعافى مشاعرنا، نشارككم سعادتنا. من قمة جبال صبر إلى سواحل بحر العرب، وهناك كان في انتظارنا بالمكلا بطل الجمهورية لعقدين في رياضة كمال الأجسام، لكنه اضطر للعمل في البحر وملاحقة الأسماك عبر قارب صيد صغير. تبعه حيث الإنسان ودعمه ليعود إلى هوايته القديمة ومجاله السابق. وفر له البرنامج مكاناً مناسباً ليخرج منه أبطال جمهورية جدد. قصد البرنامج جامعة إقليم سبأ، وهناك بدأ تنفيذ مشروع جديد. في العام الماضي شهدت ذات الجامعة افتتاح متحف أثري في مدينة التاريخ،
وفي الموسم السادس تم افتتاح معمل حاسوب متكامل. ربك ما ترك إنسان لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس ولا ينقص عليك من كاس. وفي ذات المدينة يتردد أطفال لديهم مشاكل في السير والنطق على مركز فيه القليل من الأدوات. تدخل حيث الإنسان ووفر لخمسين طفلاً ما يحتاجون إليه من أجهزة تدريب تعيد إليهم الحركة وتمكنهم من السير بثقة أفضل. وفي مخيمات النزوح كان حيث الإنسان حاضراً كعادته في كل موسم، أقام للأطفال حديقة ألعاب، وفتحت امرأة تعيش في مخيم النور متجرها ليكون مصدر دخل مستقر لأسرتها التي تعبت من التنقل في أماكن النزوح. المخيم المقام على أطراف المكلا كان وسطاً بالنسبة لبرنامج حيث الإنسان. للنساء أقيم معمل خياطة وللرجال سلم مشروع مواشي، وكل ذلك في وقت متزامن. من حضرموت انتقل البرنامج وطواقمه إلى محافظة شبوة المجاورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد حدد البرنامج خطته للتدخل في قرية نائية هناك، حيث يحتاج المسافر إلى ساعات طويلة للوصول إلى قرية عصام. تزين لوحات باحات شوارع المدينة، وقد سار البرنامج بحثاً عنه حيث يسكن في منطقة الروضة، ولأجله أقيم مشروع يحتوي كل ما يحتاج إليه رسام. حضر الفن معنا هذا العام من خلال مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أرادوا إسعاد مدينة عدن، فرغب البرنامج في رد الجميل لهم من خلال مسرح متنقل. مبروك، لقد تم قبول مشروعكم من قبل برنامج حش الإنسان.
الإنسان قد كبر همه ويسمع لا تخاف من شي وربك ما ترك إنسان لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس. طيلة الرحلة بين المحافظات ظلت مدرسة بلقيس للصم هي الحاضرة. هذا المشروع الذي كان حلم فئة ظنت أن النسيان قد أحاطها من كل جانب، فئة كان لأعضائها مدرسة دمرتها الحرب ويحتاجون إلى أن يجتمعوا من جديد، توزعوا بين فصول مدارس لا تستطيع التعامل معهم، ومهما عملت المؤسسات التعليمية كانوا يحتاجون لشيء واحد هو مدرسة تجمعهم من الأول الأساسي إلى الثالث الثانوي، وقد على مبناها إحدى تلال مدينة تعز وكل قلوب ساكنيها. مجموعة من الكلمات كتبت لإبلاغهم بالبدء في مشاريعهم، لكنها بالنسبة إليهم كانت باباً واسعاً يعبرونه نحو عالم أفضل. صراحة مانيش مصدق يعني ولا متوقع أنه يكون برنامج حسب الإنسان يعني في الطلبات طر رمضان، وأنا أتمني حياة الإنسان أنه يكمل بيتي، مانيش مصدق يعني. الله يفتح عليك، الله يجزاك، ربنا يحفظك ان شاء الله. خلاص 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 خلاص، اول شوط لي. خلاص تمام، خلاص تمام. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمال.